هيك بدأنا التسجيل. تمام، هذه المحاضرة رقم 2. وطبعا دائما يعني في بداية أي محاضرة إذا عندك أنت سؤال عن المحاضرة الماضية بتحكي إيش ما بدك فيما يتعلق بالخرساني. تمام، فهذه المحاضرة رقم 2 وأمامك ملف. ماشي، طبعا هذا الحكي أو هذه اللوحة اللي أمامي أنا حاليا شرحناها في المحاضرة الماضية، بس عرضتها حاليا لأنه ما كانتش مبينة بالتسجيل الماضي. هذه الورقة أو هذول الملاحظات حكيناهم في المحاضرة الماضية. هذا وصف المشروع، وصف المساق حسب الزاجل، حسب خطة المادي، حسب الزاجل، حسب جامعة النجاح الوطني حرفي، لأنه دائما هذا الحكي مهم، أنه الطالب والمدرس لما بده يدرس مادة معينة لازم يعرف شو الجامعة بتحكي عن هذا المساق. وهذول بالانكليزي ترجمات يعني، وهذول النقاط اللي حكيناهم في المحاضرة الماضية. فالأشياء اللي احنا يعني حكيناهم بالمحاضرة الماضية واللي رايحين ناخذهم في هذا المساق هن 6 أشياء. فمحاضرة امبارح ومحاضرة اليوم هم لسه تحت عنوان واحد، رقم 1 Building Structure اللي هو تركيب المنشآت بشكل عام، Building Structural Systems اللي هم البنايات، الستركشر للبنايات. اما المعماري هو اكيد بجابتكم الصغيره، واجهات، اسقف، زجاج، اشياء، هذا حكي طبعا انتم يعني فاهمينه تماما معماريا. فاحنا هون بنحكي عن الاشياء الانشائيه، يعني انت العماره لما تطلع عليها من بعيد شايفها كتله كامله، صح انت كمعماري تهتم بشكلها وشبابيك وزجاج واستخدامها الى اخره، اما في هذا المساق بدنا نهتم احنا بتركيبها الإنشائي. فنكمل الأشياء تحت هذا البند. تمام، فبنيجي ل building structure. هسه بين معك الملف جديد ولا نفس اللي كان قبل شوي؟ بين دكتور. يعني هسه أمامكم لوحة مكتوب عليها شو؟ building structural systems، صح؟ اه مكتوب. تمام، على اساس بدناش يعني نصير نشرح، انا اشرح وانتم شايفين شيء يعني. فلذلك احنا حاليا بادين في موضوع اخر، طبعا تكمل الانترودكشن يعني building structural systems، هذا مهم جدا جدا. طبعا انتم بتعرفوا انه اي مشروع بده يبدا من نواحي معماريه، صح؟ قبل الانشائي او بالتوازي معاه زي ما بتعرفوا. فلذلك مهم جدا جدا انه المعماري اثناء عمل ديزاين لاشياء لازم يكون فاهم كيف بده يعمل برضه او كيف بده يعمل المهندس المدني الانشاءات تبعت هذا، تبعت مشروعه يعني. لذلك احنا مصنفين بشكل عام الاحمال اللي بتعرض لها الاستراكشر لنوعين اساسيات، احمال راسيه فيرتيكال، ماشي، هاي كلمه فيرتيكال، واحمال ايش؟ ليترال اللي هي احمال افقيه. لذلك المنشا بشكل عام في التصميم لازم يكون يقاوم هذول النوعين من الاحمال، تمام، الليترال لودز والفيرتيكال لودز. الفيرتيكال طبعا هذه الماده احنا رايحين نهتم بس في الفيرتيكال لانه فيش غير هالماده بس، لكن انت بشكل عام بدك تعرف انه فيه هوريزونتال وفيرتيكال. فالفيرتيكال لودز هم 3 انواع. النوع الاول بنسميه ديد لودز، طبعا ديد هو ميت، بس هو ميت لا يعني هون كلمه ميت يعني ميت، يعني غير يعني ثابت او غير متحرك. لذلك عندنا 3 احمال اساسيات. الحمل الاول هو ديد لود اللي هو وزن العناصر الانشائيه، يعني وزن البيمات، وزن السلابس، وزن الكولومز، وزن الجدران المسلحه، وزن القواعد. تمام، فهذا الحكي تحت عنوان ديد لودز. وفي عندنا السوبر امبوزد، سوبر امبوزد ديد لودز اللي هم وزن العناصر غير الانشائيه، زي مثلا التقطيعات او التقسيمات الداخليه ما بين الغرف. مش هسه احنا بنعمل التقسيمات بعد ما ننشئ الاعمده، صح؟ وبعد السقف، يعني انت بتبني البيت بغض النظر شو الاستراكشر، تبني الاعمده والجدران المسلحه او الجدران الخارجيه، وبعدها بتصير تقطع ما بين الغرف. تمام، فزي ما بتعرفوا التقطيعات الداخليه في بلادنا معظمها طوب 10 سم، ممكن طوب 15، ممكن بعض الاماكن طوب 20.
ممكن بعض الأماكن منشان عزل طبقة طوب 10 سنتي وبيناتهم مثلا فراغ 5 سنتي وكمان طبقة طوب أخرى، ممكن جبصين أي شيء. فهذه الأشياء أوزانها لازم تتاخذ بعين الاعتبار في الديزاين، لأنه بالنهاية وزن. وزن هذه الأشياء الغير إنشائية هي اسمها سوبر امبوزد بيد لودز. أيضا بدنا نصمم لللايف لودز اللي هو الأثاث والأدوات اللي الإنسان بيستخدمهن ووزن الإنسان نفسه. إذا الناس والأثاث تحت عنوان شو؟ لايف لودز. فإحنا راحين نتعرف بهذه المادة على بيد لودز وزن العناصر الإنشائية، سوبر امبوزد بيد لودز وزن العناصر الغير إنشائية، واللايف لودز وزن الأثاث والناس. هذه الأشياء المذكورة الثلاثة تحت عنوان شو؟ vertical loads أو gravity loads، gravity أو vertical. بالمقابل الكل بيعرف إنه في رياح، صح؟ في رياح وفي زلازل. الرياح والزلازل in general هم horizontal loads أو lateral loads. فلذلك المنشأة تبعك لازم يتحمل كل هذه الأحمال سواء كانت vertical أو سواء كانت شو؟ horizontal. تمام؟ إذا أنت لما بدك تعمل ديزاين إنشاءات للستركشر تبعك بدك تختار نظام إنشائي يقاوم هذول الشغلتين، lateral loads والvertical loads. فلازم تهتم بالبداية بالليترال، لأنه أنت فكر، يعني تخيل عمارة بتحمل بس vertical، لما يجي زلزال خفيف توقع على الأرض، لما يجي رياح توقع على الأرض، شو استفدنا؟ مظبوط. إذا إحنا بنفكر أول شيء بالنظام الإنشائي الهوريزنتال قبل الفيرتيكال. أنا رأيي اهتم بالهوريزنتال قبل الفيرتيكال. تمام؟ إيش الأنظمة الإنشائية اللي دارجة عالمياً؟ تمام؟ فأول نظام إنشائي لمقاومة القوى الأفقية والرأسية كذلك، بس الأفقية أهم، أول نظام بنسميه بيرينج وول سيستم. تمام؟ بيرينج وول سيستم. فهذا النظام طبعا بيرينج يعني بيقدر ياخذ احمال فيرتيكال. بيرينج، فبيرينج وول سيستم عباره عن نظام انشائي مكون من جدران مسلحه. هذا بلان، ماشي؟ هذا بلان لبنايه. تمام؟ نظامها الانشائي المقاوم للقوى الافقيه اسمه ايش؟ بيرينج وول سيستم. تمام؟ طلع كيف بيكون هذا البلان. هذا البلان اللي امامك مثلا كعينه، يعني في كولوم، هاي شكله، هذا كولوم، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثه، هاي اربعه، هاي خمسه. تمام؟ فعندها خمس اعمده. ايضا فيها كم جدار؟ هاي دبليو، دبليو يعني وول، هاي دبليو 1 ودبليو 1 ودبليو 1 ودبليو 1. هذه العناصر الفيرتيكال، العناصر الراسيه الواقفه في الستراكشر اللي بتيجي عليها كل الاحمال بشكل عام. هذه الموجوده خمس اعمده هون، انا عامل وعامل شو؟ اربع جدران. النظام الانشائي اللي اسمه بيرينج وول سيستم، بيرينج وول سيستم يتم مقاومه القوى الافقيه من قبل الجدران. تمام؟ لانه انت بتعرف من مساق منشات معماريه واحد درست شيء اسمه مومنت اوف انيرشيا، اذا انك فاكر مومنت اوف انيرشيا يعبر ان جنرال عن الديفليكشن. فلذلك تخيل هذا الجدار، شايف هذا الجدار W1 مثلا سماكته 0.2 وطوله 10 متر، المقابل هذا المربع مثلا 0.6 متر. لو هذا الاستراكشر اجاه قوة افقية زلزال باتجاه X، يعني حركة او دفع افقي بX، مين اللي بيقاوم ازيد؟ الكولوم هذا الصغير 0.6 ولا هذه القطعة الطويلة اللي مثلا 0.2 10 متر؟ فلذلك هذا الاستراكشر لما تدفع افقيا المقاومه الاساسيه للليترال لودز تاتي من قبل شو؟ البيرنج وول سيستم، يعني الجدران. فلو اجى زلزال باتجاه اكس المقاومه بتكون من قبل W1 و W1 هذا. اجى زلزال باتجاه واي المقاومه لانم جدران او لانم اجزاء من الاستراكشر، هذا الجدار وهذا الجدار. هسا انت الاصل حتى باي سنس يعني لازم تعرف مين اقوى، يعني تخيل كولوم 0.6 دفعته، لكن بالمقابل جدار كامل دفعته، مين اللي بتحرك بسرعه وبتحرك اكثر؟ صح؟ الكولوم. اذا معناها الشيء اللي بيكون طويل، يعني المومنت اوف انيرشيا
باتجاه اكس له عالي، تعرف من منشات معماريه واحد المومنت اوف انيرشا للريكتانجولار سكشن 1 على 12 بي اتش تكعيب، اذا فاكر تخيل بي 0.2 والاتش مثلا 10 متر تكعيب، نحكي عن اتجاه اكس. بالمقابل شايف هذا الكولوم صغير مثلا 0.6 0.6، اذا واحد دفعه باتجاه اكس فالمقاومه هي المومنت اوف انيرشا حول هذا الخط. اذا هون المومنت اوف انيرشا شو 1 على 12 ب 0.6 ب 0.6 تكعيب، فراح تشوف انه المومنت اوف انيرشا ل W1 باتجاه X اعلى بكثير من المومنت اوف انيرشا للكولوم C1 باتجاه X. اذا هذا احد الانظمه الانشائيه المقاومه للزلازل، وبتجعل الاستراكشر بقاوم زلازل، وايضا طبعا القوى ايش الراسيه. يعني هذا البلان اللي امامك تمام، زي ما حكينا في خمس اعمده وفي اربع جدران. طبعا هذه المساحه شو هي؟ سلابي صح؟ هذه سلابي البيضاء تمام، قاعده على شو؟ على الاشياء الفيرتيكال، على الخمس اعمده وعلى الجدران، وفي كمان بيم، شايف بيم صغير في واحد هون واحد هون واحد هون تمام. اذا هذا النظام الاول. النظام الاول يا جماعه يا محترمين اسمه بيرنج وول سيستم، بتكون من مينلي جدران. هذه الجدران انت بتصممها لمقاومه الزلازل، وايضا تصمم لشو؟ لحمل الاحمال الراسيه، لانه هذا السقف بالنهايه قاعد على الجدران والاعمده والبيمات. بس لاحظ البيم صغير قديش طوله، والكولوم هذا لاحظ انه قريب على الجدار والجدار، يعني باخذ حمل شيء بسيط. هذا الكولوم باخذ حمل شيء كثير، لانه تطلع هذه المساحه كلها فاضي. الجدران الطويله تاخذ احمال كبيره. هذا النظام بنسميه بيرنج وول سيستم. اي سؤال اي شيء مش فاهم تحكي تمام، ما دام انت كطالب تحكيش انت اذا عمو ايش فاهم. فهذا يا جماعه بيرنج وول سيستم. ايضا في نظام اخر اسمه مومنت ريزيستنج فريم سيستم. مومنت ريزيستنج فريم سيستم، هون فريمات. كلمه الفريم بالهندسه المدنيه والانشاءات هو هم مجموعه من الكولومز والبيمز، يعني كولومز زائد بيمز مربوطين مع بعض ماشي كيونت يعني وكونتينيوس، اسمهم شو؟ فريمات. نظام اخر شائع في الكره الارضيه تمام اللي هو مومنت ريزيستنج فريم سيستم، انه المهندس المدني ولا الانشائي لوحده او بالتعاون مع المعماري تمام بيجعلوا الانظمه الانشائيه المقاومه للقوى الافقيه ماشي، والراسيه شو؟ فريمات. لاحظ هذول اعمده بين كل عمودين واصل ايش؟ بيم. انا بسمي لك اياهم بيم 1 بيم 2 بيم 2 بيم 2 بيم 1 باتجاه واي نفس الشيء تمام. فهذا النظام الانشائي شو اسمه؟ مومنت ريزيستنج فريمز. اذا هذول الفريمات بيقاوموا القوى الافقيه، بيقاوموا ايش؟ القوى الراسيه. يعني مثلا هذا البانل، هذا اسمه بانل بالانشاءات، هذا البانل او الغرفه سلابي سماكتها مثلا 0.2 متر، على ايش قاعده؟ قاعده على البيم بي 1 وبي 2 وبي 2 وبي 1 تمام. وهذه الاعمده بيم 1 الجسور بيم 1 وبيم 2 وبيم 2 وبيم 1 وين قاعدين؟ على كولوم وكولوم وكولوم وكولوم. وكل البانلز اللي انت شايفها في هذه المناطق نفس التفكير. اذا هذه الاعمده مع البيمات حامله لجرافيتي لودز ايضا للزلازل. الزلزال كما تعلم او الرياح ممكن يجوا من اي اتجاه، يعني ممكن الرياح تيجي من هذا الاتجاه، ممكن من فوق، ممكن مايل بزاويه. حتى لو الرياح اجوا مايلات بزاويه بالنهايه شو؟ من منشات معماريه واحد بتحلل صح؟ كومبوننت في اكس كومبوننت في واي بالنهايه. اذا بشكل عام تقدر تقول انه اولا جميع الفريمات بيحملوا القوى الراسيه، وفيما يتعلق بالقوى الافقيه رياح او زلازل باتجاه اكس انهم الفريمات اللي بيقاوموا اللي ماشيات مع الاتجاه، يعني الفريم ات جريد لاين 1 شايف هذا فريم اسمه مكون من كولم 2 3 4 5 وبيم 1 2 3 4 فهذا فريم، هذا فريم along grid line 1 هذا فريم باتجاه اكس. اذا احنا في هذا الاستراكشر كم فريم باتجاه اكس عندنا؟ اي واحد اي اثنين ثلاثه اربعه خمسه. هذول الفريمات اللي باتجاه اكس ماشي لمقاومه الرياح والزلازل باتجاه اكس. ايضا باتجاه واي في عندنا فريم ات جريد لاين اي وبي وسي ودي واي، ايضا هذول الفريمات اللي باتجاه واي بتصممهم لمقاومه الرياح والزلازل باتجاه شو؟
واي، وطبعا كل الفريمات عليهم ايضا ايش الجرافيتي لودز. طبعا هذا الحكي انت مش رايح تعمل ديزاين لفريمات في هذه الماده، يعني ما تخافوا عمه هسه بتحكوا انه هذا كارثي وفي 3 دي وفي ابصر شو. هذه انترودكشن، انترودكشن كطالب هندسي معماريه بدك تعرف كيف نقل الاحمال، كيف المنشا راكب فقط. اما مش راح انا يعني مش رايحين نعمل ديزاين لهذا الاستراكشر اللي امامك في الماده. احنا زي ما حكينا في المحاضره الماضيه نعمل لا بيم لكولوم تمام لسلابي وان واي، يعني اشياء بسيطه، لكن كفهم بدك تفهم كل هذه الاشياء تمام. ايضا يا جماعه يا محترمين، في عندنا نظام انشائي اخر تمام اللي هو بيلدينج فريم سيستم تمام، بيلدينج فريم سيستم هذا النظام الثالث. شو الفرق بينه وبين اللي قبله تمام؟ هاي بيلدينج فريم سيستم، طلع كيف هذا الشكل صار. هذا الشكل يا جماعه يا محترمين نفس البلان الماضي لكن في تعديلات. بتلاحظ ما يلي، في مجموعه جدران، في جدران لاحظ باتجاه اكس، باتجاه اكس المقاومه بتكون من قبل جدران W1 و W1 وهي W1 W1 و W1 و W1، يعني الجدران اللي ماشيات مع X. الزلازل والرياح باتجاه Y بتتم مقاومتهم من قبل هذا W1 وهي W1 وهي W1 وهي W1 وهي W1 وهي W1 تمام. إذا هذا النظام اللي اسمه Building Frame System، الزلازل والرياح in general وخاصة الزلازل نهتم فيهم أزياد، بتتم مقاومة الزلازل باتجاه X و Y عن طريق إيش؟ الجدران فقط. يعني في التحليل والتصميم في الهندسة المدنية كأنه منشيل أثر الفريمات في النموذج الإنشائي ثلاثي الأبعاد، نعمل يعني زي ما أنتم بتعملوا بـ 3D Max مثلا أشياء 3D معماري، إحنا بالهندسة المدنية والإنشاءات نعمل أيضا النواحي إنشاءات. ففي برامج إذا عندكم يعني اتصال مع طلاب هندسة مدنية أو هندسة بناء، في برامج زي ما بتعرفوا زي ساب ايتابس مثلا سيف، برامج اخرى بنعمل منشأ 3D انشاءات تمام. لذلك هذا المنشأ اللي امامك بنعمل 3D انشاءات في برنامج كمبيوتر، فاحنا بنشيل الفريمات وبنخلي ايش الجدران، فالجدران بنعطيها قوة الزلازل كاملة، والفريمات يعني البيمات والكولومز بنعطيها شو الجرافيتي. يعني نقدر نعمل نموذج انشائي على ساب مثلا بس فريمات، بنحط جرافيتي لودز، بنسلح جميع البيمات والكولومز للجرافيتي، بعدها ممكن نشيل الفريمات ونخلي شو بس الجدران علشان نعطيهم ايش هو افقي. فهذا النظام الانشائي اسمه بيلدينج فريم سيستم، بيلدينج فريم سيستم. والنظام الانشائي الاخير اسمه دوال سيستم، دوال يعني شغلتين. دوال سيستم لاحظ شو الفرق بين هذا الشكل واللي قبله، نظرة سريعة نفس الاشي بس، لكن اذا بتدقق تلاحظ عدد الجدران في هذا الشكل ماله ازيد من عدد الجدران في هذا الشكل. لاحظ ان هون الجدران الداخلية شايلهم، نخلي بس الخارجيات. هذا النظام الانشائي اللي اسمه دوال سيستم بيكون ما يلي، الاعمدي، طبعا انا كل حكي كل اللي بحكي فيه مكتوب هون بالانجليزي يعني تمام، جميعه مكتوب يعني تقدر ترجع له. فلذلك هذا النظام الانشائي اللي هون الجرافيتي لودز، يعني ديد لودز، سوبر امبوزد لودز، لايف لودز تمام، جميع اللودز الفيرتيكال بتتم مقاومتهم من قبل الفريمات، يعني كولومز زائد بيمز. القوى الافقيه الزلازل بتكون مقاومه مشتركه من قبل الجدران من قبل شو الفريمات. هذا هو اجل اسم دول تمام. اذا هذه بشكل عام الانظمه الانشائيه الموجوده داخل حدود الكره الارضيه تمام، لان احنا من درسك بتعرف ما من درسك انه شيء محلي، انه انت بتصمم بنايه مثلا بس في نابلس او في قريتك او في مخيمك مثلا، لا انت بتعرف انه في اي مكان. افرض اجى على بالك تشتغل في مكتب هندسي في لندن، في واشنطن، في جنوب افريقيا، في ساحل العاج، في اي مكان بدك اياه تمام، راح تلاحظ رايح انك تجد هذه الأشياء تمام. إذا هذه أربعة أنظمة إنشائية.
طبعا كيف انت بدك تختار بالهندسه المدنيه او المعماريه يا سيدي، كيف بدك تختار واحد فيهم؟ طبعا اختيارك لاي نظام انشائي بيعتمد على هاي كاتب لك هون: The selection of a lateral forces resisting system is based on structural code specifications. طبعا زي ما عندكم كودات، بعرفش كيف انتم لما تعملوا ديزاين، المفروض انه بالهندسه المعماريه برضه لما بدك تعمل ديزاين مثلا لبيت معين، قديش عرض شحط الدرج مثلا، شو ابعاد المصعد، شو ارتفاع طاوله الى اخره، مش المفروض عندكم انتم كودات كذلك ولا ما في؟ صح ولا لا؟ فلذلك بعرفش هل انتم بتستخدموا مثلا في كود اسمه الاي بي سي اللي هو الانترناشونال بيلدينج كود. الانترناشونال بيلدينج كود احنا في الهندسه المدنيه بنستخدمه، بس انا شفت في عده شباتر معماريه، سمعتوا فيه وتستخدموا فيه، تستخدموا ولا ما لكمش علاقه فيه؟ الاي بي سي، ايش اسمه اي بي سي؟ انترناشونال بيلدينج كود. بنستخدمه انه زي مراجع القياسات. تمام، يعني كلامك سليم. فلذلك انه نفس الحكي، احنا بالهندسه المدنيه لما بدنا نختار نظام انشائي دول او اللي زي ما حكيناهم اللي هم البيرنج وول سيستم والمومنت ريزيستنج فريمز والبيلدينج فريم سيستم والدول سيستم، هذول الاربعه نختارهم بناء على كود، وطبعا الكود يعني بناء على علم معين. لذلك دائما اختيارك لهذا النظام الانشائي بيعتمد على مواصفات عالميه، تمام، وايضا على اشياء معماريه. يعني انتم برضه كهندسه معماريه تتحكم اركتكتشرال بيربوسز برضه، يعني تخيل واحد عنده مثلا بنايه خمس طوابق، انتم معماريا الواجهات الخارجيه جميعها زجاج، فكيف احنا في الهندسه المدنيه مثلا بدي اعمل انا على المحيط الخارجي واجهات مسلحه؟ صح، ما بصير، لانه انت كهندسه معماريه بدك اياه شو؟ واجهات زجاج. اذا انا لازم افكر بالتعاون معك مثلا، لانه بصيرش يصير في خلل بين المعماري والانشائي، لازم نتفق على عناصر انشائيه مع بعض، المهندس المدني والمعماري، على اساس مقاومه القوى الرئيسيه والافقيه. لذلك اختيارك لاي نظام انشائي من المذكورين سابقا يعتمد عليكم انتم كهندسه معماريه بتسمحوا او بتسمحوش، مش برضه يعني عفوا اعتماد فل. يعني مثلا واحد بيبني برج 100 طابق، انو اهم، انشاءات ولا معماري؟ مزبوط، برج 100 طابق الاصل انشاءات اهم من المعماري. اما مثلا نبني فيلا طابق طابقين، ماشي اعملوا ايش ما بدكم فيها، اما دائما منشآت ضخمه او منشآت خاصه اسبانات عاليه جدا ستراكشرز خاصه، فالهندسه المدنيه بتكون هي المسيطره على الشكل. حتى صح انت بامكانك تغير في بعض الاشياء، لكن الهندسه المدنيه هي بتكون الاساس او الانشاءات. اذا اختيارك للنظام الانشائي بيعتمد على امور معماريه، ماشي، وبيعتمد على مواصفات انشائيه، بيعتمد على ارتفاع المبنى، لانه في الكود بعرف اذا عندكم الاي بي سي، ماشي، بتقدر تعملوا داونلود وتقرا اشياء، تمام، بيعتمد على ارتفاع المبنى وبيعتمد على نوع التربه وعلى شده الزلزال اختيارك للنظام الانشائي، بيعتمد طبعا عليكم من ناحيه شكل. اخر نقطه بهذا الملف تلخيص للي فوق، يعني بيرنج وول سيستم. البيرنج وول سيستم كل جدار من الجدران اللي انت شفتهم في الديزاين بدك تحط عليهم جرافيتي لودز وتحط عليهم شو؟ ليترا. هذا البيرنج وول سيستم. البيرنج وول سيستم الجدران الموجوده تحمل جرافيتي وبتحمل ليترا في نفس الوقت. نيجي للبيلدينج فريم. البيلدينج فريم اذا انك فاكر قبل شوي، البيلدينج فريم الجدران بنعطيهم بس هوريزونتال والفريمات بنعطيهم فيرتيكال بس، تمام. فهي حاطين لك الاسهم هذولا مثلثات ليترال لود على الجدار، والجرافيتي حاطينه على ايش؟ الفريمات، تمام. وفي مومنت ريزيستنج فريم كله فريمات هون في الجدران، فالفريمات نفسهم لازم يقاوم ايش؟ الجرافيتي والليترال بنفس الوقت. والنظام الاخير الدول سيستم، الفريمات عليهم جرافيتي والفريمات والجدران عليهم ليترال. اساسا واحد بيحكي طيب حاطين المثلث بس على الجدار، لو تطلع على الجوينتس هون الموجوده، هذول الجوينتس ريجيد، يعني لما تدفع انت الجدار بالليترال هذا اللود باخذوا الجدار وباخذوا شو؟ الفريم. بس بالمقابل هذا الشكل لاحظ حاطين زي دوائر هيك،
هسه هذه الدوائر اسمها جوينتس او هنجز، بحيث انك لو دفعت الجدار حطيت على الليترال ما بنتقلش هذا الليترال على الفريم. ففي فرق صح الشكل العام انت شايفه زي بعض. اذا البيرنج وول الجدار جرافيتي وليترال بنفس الوقت. بيلدينج فريم سيستم الفريمات جرافيتي والجدران ليترال. مومنت ريزيستنج فريمز الفريمات جرافيتي زائد ليترال. دوال سيستم الفريمات جرافيتي زائد زلازل او افقي، والجدران برضو ايش افقي. اذا هذا شكل بلخص لك الاشياء. تمام، اي سؤال بتحكم. والمشكله مرات من سيئات التعليم الالكتروني انه الاستاذ بيكون قاعد وراء الكمبيوتر ومرات بحس انه بخرف بحاله. بعرفش هذه نوت مسجل هي. احنا فاهمين دكتور كل تمام. يا جماعة يا محترمين هذا الموضوع في المحاضرة. تمام، نيجي إلى إذا فيش عندكم أسئلة للموضوع الآخر. بيّن عندكم ملف جديد؟ بيّن عندي أنا. Types of slabs, so slabs type structural. ماشي، مكتوب slab structural systems و types of slabs، صح؟ وهي في شكل، شايفين الأشكال هذول؟ تمام، أنا حبيت أركز بلاش يطلع شيء. فالموضوع الآخر يا جماعة يا محترمين slab structural systems. لاحظ الملف السابق كان يحكي عن البيلدينج structural system، العمارة بشكل عام. العمارة بشكل عام فيها جدران زي ما شفنا، كولومز بيمز ضمن الأنظمة اللي حكينا عنهم قبل شوي. هذا الملف بتحدث عن السلابي نفسها، سلابي السقف يعني. تمام، السقف اللي بيكون قاعد على بيمات، وممكن مرات تحط انت السقف على الأعمدة مباشرة من غير بيمات. فهذه او يعني ها يعني هذا الموضوع بوضح لك هذه الاشياء. فعندنا التايبس اوف سلابس. تمام، التايبس اوف سلابس. فمن مساقات ماضيه ومن خبره ذاتيه عندكم بتعرفوا انهم السلابات ان جنرال في العالم نوعين، وان واي وتو واي. ماذا تعني سلاب وان واي وماذا تعني سلاب تو واي؟ سلاب وان واي، سلاب وان واي انك بتفترض انه الاحمال الموجودات على السلابي بنتقلوا باتجاه واحد فقط لا غير. التو واي سلابس انك تفترض انه الاحمال المختلفه الموجوده على السلاب من وزنها الذاتي، من السوبر امبوز لود، من اللايف لود، ثلاث اشياء اللي حكينا عنهم، بنتقلوا عبر السلابي باتجاهه one way or two way. طبعا كل الحكي هذا بخرفك يا ملايين في الاشكال. انا عندي هذا الشكل المحترم الرائع. طبعا انا هون بدرس غرفه ولتحت يعني متوسع يعني من مكبر الاشياء. طبعا هذه الغرفه مش كاتب عليها ابعاد، هي ال1 ال2 يعني مثلا ممكن تكون 4 ب 5 او 4 ب 4 مثلا، ممكن تكون 20 ب 15، يعني أي رقم ممكن يكون صغير ممكن يكون كبير. تمام، بغض النظر أنا عندي هنا غرفة أو structure معين، أنا حاطط له أربع أعمدة، شايف C1 و C1 و C1 و C1 و C1. هذول columns، وهنا إشي نسميه beam 1 و beam 1. تمام، علشان أنت تحس بالأشياء، C1 عمود مربع 0.7 متر في 0.7 متر. تمام، هذا البيم له عرض في البلان وله عمق داخل صفحة، صح ولا لا؟ عرضه مثلا 0.4 وعمقه 0.8. يعني تتخيل كيف الأشياء. إذا أعمدي مثلا 0.7 في 0.7 مثلا، وهذا العرض 0.4 وعمقه الجسر 0.8. إذا أنت بعدين أنت مهندس معماري يعني شو خيالكم واسع جدا، هيك انا بعرف الهندسه المعماريه الاصل خيالهم يعني احسن تخصص بكليه الهندسه، او عندهم خيال يعني واسع شيكي.
فلذلك عندك أربع أعمدة، أربع أشياء واقفة طولها مثلا 4 أمتار 0.7 0.7، وفي عندك الجسر عنصر الجسر عمود كأنه أفقي 0.4 0.8، قاعد هذا الكولوم وهذا الكولوم هذا الكولوم هذا الكولوم. المسافات مثلا 7 × 8، هذه ال1 7 متر وهذه ال2 8، أو العكس عادي 8 7 أي مسافتين يعني. وهذه المساحة البيضاء اللي هي سلابي أو سقف، تمام، سماكتها مثلا 0.25 متر. فهيك صار عندك مثال بالأرقام، هذا هذه غرفة أو قاعة ارتفاعها vertical في الزد 4 متر وهذه 7 وهذه 8، الأعمدة 0.7 × 0.7، البيمات عرض 0.4 عمق 0.8، وهذه مساحة سماكتها 0.25. إذا أنت بتقدر ترسم هذا الحكي 3D أوتوكاد ولا لا؟ يعني خلال بجوز 10 ثواني الله أعلم. فلذلك يا جماعة يا محترمين هذا السقف. حطينا طبعا الاشياء المذكوره لها اوزان صح، بس انت مينلي بتهتم مينلي بوزن سلاب نفسها، لان السلاب نفسها هذه سلابي وبالنهايه وزنها وين بتروح؟ على الاربع اعمده. فلذلك كيف انت بتحكي هذه السلابي عليها لود، هذا اللود بالنهايه بخلي السلابي تقوس بهذا الاتجاه. ليش؟ لانه هذا عباره عن سبورت، البيم كأنه كله سبورت، هذا البيم سبورت، وهذه السلابي حملها بروح وين؟ على البيمات. فإذا هذه سبورت كله وهذا سبورت، وهذه مسافة من هون لهون، فالتقوس كيف بيكون؟ هيك، تمام؟ إذا السبورت هون موجودات هذا الخط هذا الخط فقط. إذا لاحظ أنا عامل لك هون سهم عشان أحكي لك إنه جميع الأحمال اللي موجودة على السلابي رايحات على هذا البيم ورايحات على هذا البيم، وهذا البيم الأحمال اللي عليه اللي جايات من سلابي هذا البيم بالنهاية رايحات على الكولوم ورايحات على الكولوم. إذا هذا النظام شو؟ one way slab. بالمقابل نفس الغرفة هذه اللي حكينا عنها، لاحظ حطيت لك شو كمان؟ بيم 2 وبيم 2. فلذلك صار عندك بيم 1 وبيم 1 وبيم 2 وبيم 2، يعني كأن هذه البانيل أو الغرفة أو المساحة بلاطه ماشي سلاب سمكتها 0.2 0.25، قاعده على الجسور الاربعه، والجسور الاربعه هذول قاعدت على اربع اعمده. فهون راح تلاحظ انه الديفليكشن في الواقع باتجاهين، ديفليكشن بسبب الاوزان، تعرف انه في تقوس يعني. فهون السلاب لما تقوس بتقوس على شكل صحن، لما تقوس باتجاهين هيك وهيك صح. لكن هون علشان هون في شيء قوي، هنا في شيء قوي، هون في شيء، هون في شيء، التقوس الرئيسي شو؟ هذا الاتجاه. اذا هذه وان وي وهذه ايش؟ تو وي. من ناحيه هندسه وابعاد بتلاحظ انه البيمات انه وزن سلابي، هذه وزن سلابي بما عليها من سوبر امبوزد لود وبما في عليها من لايف لود رايح وين؟ على اربع جسور. هون على شو؟ جسرين. معناها شو؟ ابعاد الجسور في الوان وي سلاب لازم تكون اكبر من ابعاد الجسور في ايش؟ في التو وي. ليش؟ لأن الوزن هون راح على أربع جسور، هون الوزن راح على شو؟ جسرين. إذا أنت كمهندس معماري أيضا، تمام؟ لما بدك تعمل سكاشن أولية في عمارة معينة، وإذا أنك عندك خبرة إنشائية معينة، وفاهم بدك وين وين ولا تو وين، بدك تعرف إنه إذا أنك استخدمت تو وين، تحتاج لبيمات أبعادها أقل مما لو استخدمت وان وين. أيضا سماكة سلابي. سلابي هون لودها بروح باتجاه إكس واي. هون سماكة سلابي بروح في اكس، اذا راح تلاحظ انه المومنت والشير في سلابي هون اعلى من المومنت والشير في سلابي هون، والديفليكشن هون اعلى من هون. اذا نظام التو واي سلاب بده سماكة سلابي شو؟ اقل من الوان واي. يعني باختصار نظام التو واي سلاب بده ابعاد بيمات وابعاد سلابي شو؟ اقل من الوان واي. فاهمين؟ في امثله برضه هون، في عندي هون نظام هذا الاصل انت مباشره تعرف انه وان وي، صح انا كاتب هون عنوان وان وي، لكن زي ما انت شايف انا عندي سلابي سماكتها مثلا 0.2 قاعده على جدار وقاعده على جدار فقط، فيش هون على هذه الحفه جدار ولا هذه الحفه، اذا هذه سلابي شو؟ وان وي ولا لا؟ انا كاتب لك هاي السهم شايف اس 1 سلاب 1 هذه وان وي. هون انا شايف حطينا ايش؟ جدران على الداير، كل اربع جدران على الداير، هذه ايش؟ تو وي، تمام.
هون رقيناك شوية، كبرنا الستركشر، وسعنا، هناك كانت غرفة. هون بدنا نحكي عن one way. one way إحنا من شرح ماضي هون استنتجنا أنا وياك إنه الone way slab، الone way slab السبورتس موجودات في اتجاه واحد، سبورتس لسلابي، هذا السلاب وين قاعدة؟ W1 W1. إذن هذا الخط هو سبورت، هذا الخط هو سبورت، فقط في اتجاه واحد، تمام؟ نفس الكلام في البيم هذا، في الاسترا في الاستراكشر هذا، لاحظ سلابي هذه قاعدة على هذا البيم وهذا البيم فقط. إذن في نظام الوان واي الجسور الرئيسية فقط باتجاه واحد، إما إكس أو واي. فلذلك في هذا الاستراكشر لاحظ كيف إنه أنا كاتب لك هون أو راسم لك جسر، شايفه هذا الجسر مكتوب عليه بيم 1، هذا البيم 1 قاعد على كولوم وكولوم 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 وكولوم، كل الخط اسمه بيم. البيم مكون من سبانات، سبان هذه المسافة، سبان عبارة عن بيم قاعد على تو سبورت، يعني هذا الجسر له كم سبان؟ واحدة، اثنتين، ثلاثة، أربعة. كم سبورت؟ واحدة، اثنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، تمام؟ إذن في هذا الاستراكشر الجسور اللي حامل السلابي هي في X ولا في Y؟ هون في Y صح؟ شايف هذا جسر قاعد على خمس أعمدة، وهذا 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 جسر قاعد على خمس أعمدة. تخيل لو هذا الجسر شايفه بي 6 مش موجود، هذا الجسر بي 7 مش موجود، للجرافيتي عادي وده يعني البيمات اللي في على خطوط A B C D E، هذول البيمات اللي في الواي تقدر السلابي اللي هي المساحات البيض تقعد عليهم براحتها عادي وده لا، مش هسه بصير انك تجيب ورقة A 4 مثلا وتحط عليها بس وتحط تحتها مثلا قلمين باتجاه مش تقعد عادي وده لا. فلذلك هذول البيمات اللي هن along lines A و B و C و D هن الرئيسيات، يعني بيم 1 بيم 2 بيم 3 بيم 4 بيم 5. شايف الأسهم أنا عامل لك إياهن عشان أحكي لك إنه سلابي محملة باتجاه X، سلابي محملة باتجاه X على البيمات الرئيسيات اللي إيش along أو in direction Y. فلذلك يا جماعة يا محترمين كأنك بتقول هذه المساحة الكاملة، شايفها هذه المساحة الكاملة البيضاء قاعدة على بيم 5 وبيم 4، هذه المساحة كاملة المطاولة الكبيرة قاعدة على بيم 4 وبيم 3، هذه المساحة كاملة قاعدة على بيم 2 وبيم 3، هذه المساحة كاملة قاعدة على بيم 2 وبيم 1. هون كتفكير لوكال يعني في كل زون لحاله، كجلوبال كله بتقول انه السقف كامل، السقف كامل قاعد على الجسور اللي في واي. فلذلك احنا بعد يعني في التشابتر الجاي بدنا نرسم ستراكشرال مودلز، يعني انت في منشآت معمارية واحد كان الاستاذ مثلا يعطيك بيم جاهز يرسم لك الخط وحط بن وحط فيكس اذا انكم فاكرين وكل لك ارسم مومنت ارسم شير ولا لا، هسه منين جاب هذا الجسر في الواقع؟ من انشاءات زي هيك، من عمارات. لذلك الجسر بيم 1 شايفه، الجسر بيم 1 بتقدر ترسم له نموذج إنشائي عشان ترسم له المومنت والشير. لذلك الجسر بي 1 بترسمه في الواقع خط، خط هيك، وبتحط مكان كل كولوم شو بن، إذا تقدر ترسم الخط هون ماشي وبن هون وبن 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 وبن، طبعا بن أو رولر في البيم مش فارقة كثير. إذا أنت رسمت نموذج إنشائي لمين؟ لبيم 1 ونفسه بيم 2 ونفسه بيم 3 وبيم 4 وبيم 5 نفس الشكل. تيجي لسلابي، شايف السلابي نفس الشيء، السلابي في الوان واي، في الوان واي مش احنا قلنا انه هذا الزون كامله قاعده على هذا الجسر وهذا الجسر، وبرضه هذا الزون كامله قاعده على جسر بي 4 وبي 3، وهذا الزون كامله قاعده على بي 3 وبي 2، هذا الزون كامله قاعده على بيم 2 بيم 1. معناها انت بتقدر تقول انا لو اخذت قطعه او شريحه، شريحه او قطعه عرضها مثلا متر ماشي، اخذنا شريحه بهذا الطول هون عرضها متر، كل قاعدة وين؟ هذا البيم، وهذا البيم، وهذا البيم، وهذا البيم، وهذا البيم. طب فكر، ما دام هذه one way slab، كل اللود أنت ماشي في X، إذا كل متر زيه زي الثاني، يعني هذا المتر مثلا هون المتر
زي اللي فوق وزي زي. إذا معناها لو بدك تصمم هذه السلابة كاملة تأخذ، تقدر بس تأخذ شريحة واحدة متر واحد فقط تعمله ديزاين. فبترسم هذه الشريحة، ترسم هالخط وتحط هون بن وبن 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 وبن، فصارت سلابي عبارة عن بيم كأنها خط وإله سبورت 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 سبورت. طبعا أنا هون بخرفك قاعد introduction، كل الحكي بحكي لك إياه بنحله برياضيات لاحقا. فزي ما حكيت فاءل عمو مادة سهلي على الآخر، فلذلك هذا نظام أونوي. نظام التوي شايف أنا هون واضع لك شو بيمات في إكس بيمات في واي، لاحظ كيف بيمات في إكس وفي واي. فلذلك حاطط لك لكل بنل، بنل يعني غرفة، سهم باتجاه إكس وسهم في واي، يعني اللود رايح في إكس وفي واي. لاحظ هنا كيف هنا كأنه اللود جميعه رايح في إكس، اللود اللي جاي على السلابة كاملة رايح في إكس، بيماتك الرئيسية هون إيش في واي، هون عشان تويل بيمات في إكس وفي واي. تمام. النقطة اللي بعدها يا جماعة يا محترمين، السلابات اللي حكينا عنهم الوان واي أو التو واي، أنواع. في سلاب اسمها سوليد، سوليد سلاب يعني سلابي فيها باطون وحديد فقط لا غير، بلاطة مصمتة، في ربد أو يعني فيها طوب زي ما شفنا في الصور امبارح. فالربد سلاب عبارة عن سلابي لكن فيها إيش طوب. أيضا في وفل سلاب، الوفل سلاب بتشبه الربد بس بدل الطوب فراغ، فلذلك بتشوف انت من تحت زي قنوات زي ما احنا راح نشوف بعض الصور بعد شوي. وفي فويدد، فويدد انه السلاب نفسها بيكون في نصها فراغ. تمام، زي ما احنا راح نشوف ايضا صور. اذا اي سلاب بغض النظر اسمها وان واي ولا تو واي، في شيء سوليد شيء ربد شيء وفل وإشي إيش voided. تمام. النقطة اللي بعدها يا جماعة يا محترمين، خاصة في التوي، توي سلاب، التوي سلاب mainly ثلاث أنواع. أيضا هذه الثلاث أنواع، هي نوع نوعين ثلاثة، ممكن يكونوا إيش solid وربد ووفل voided، لكن هذه أسماء علمية دارجة في حدود الكرة الأرضية. ففي توي سلاب اسمه فلات بليت، وتوي سلاب اسمه ايش فلات سلاب. لاحظ هنا فلات وفلات، هنا بليت وهنا سلاب، وفي سلاب اون بيمز. هذول ثلاث انظمه للتوي سلاب. طبعا هذا حكي انت بهمك عشان لما تعمل ديزاين، زي ما احدكم سالني في البدايه، لما تعمل ديزاين بدك تعرف شو مثلا نوع سلابتك. صح، هو مش شيء اساسي يعني، في انا بعرف مهندسين معماريين عفوا ولا بعرف يعني عفوا يعني الكولوم للبيم صراحة ما بزبطش يعني. فلذلك الأصل إنه أنت كل ما زادت خبرتك الإنشائية بتصير حتى أنت أشطر في المعماري، لأنه بصير المعماري تبعك براكتيكال والمعماري تبعك غير قابل للتعديل يعني كويس يعني. ففي عندك الفلات بليت، سلابي تو واي اسمها فلات بليت. شو مواصفاتها هذه؟ نو انتيرير بيمز، لاحظ فيش بيمات داخلية. هس أنت كمهندس معماري بتكيف ممتاز، لا في بيم نازل ولا في بيم طالع جوا، فانت بتعمل البارتيشنز تبعينك تقسيمات الغرف ايش ما بدك. تمام، مش فارقه. لكن تخيل واحد عنده دروب بيم، يعني بيم نازل وما فيش فول سيلينج يعني سقف مستعار، منظر تعيس بيكون. يعني انت قاعد في غرفه نوم ولا صالون الاخره، في جسر جاي بعد عن واجهه مثلا متر وبالميل، منظر مسقم. انت بتضطر تعمل مثلا سقف مستعار تبصين الاخره عشان مثلا تخفي. فنظام الفلات بليت، نظام الفلات بليت نو انتيرير بيمز، فانتم بتكيفوا عليه عمو هذا الكلام. ففيش بيمات داخلي الفلات بليت، بيريميتر او سباندرل او ايج بيمز كان بي يوزد. هسه على الداير برجع لك، بتحب تستخدم بيمات انت حر، ما بدك انت حر. لكن كنصيحه دائما خاصه المحيط الخارجي، تعرفوا المحيط الخارجي عندنا ممكن يكون زجاج، ممكن يكون طوب، ممكن يكون حجر. لذلك اذا كان المحيط الخارجي مثلا جدران حجر او طوب، يعني صعب انهم بالديزاين يتحملوا عسلابي. لذلك على المحيط الخارجي بنحط جسور. فبيمات داخليات في الشيء، بيمات خارجيات فيه. هسه البيم الخارجي اسمه بريميتر، ممكن تلاقي اسمه سباندرل، ممكن تلاقي اسمه اكستيريور، ممكن تلاقي اسمه ايج، يعني ايج بيمز، اكستيريور بيمز، سباندرل بيمز، بريميتر بيمز، كلهم عموا نفس الشيء. تمام. النقطه الثالثه،
في إشي اسمه بانشينج شير، إذا أنك سمعت فيه في مباني في أشياء معينة بانشينج شير. طبعاً الشير أنت سمعت فيه بس بعرفش كيف وضعكم يعني. البانشينج شير، البانشينج شير إنه إذا كان عندك سلابي قاعدة على كولوم قعود مباشر من غير بيمات، ممكن إنه سلابي يعني العمود يخترقها يعني، تمام؟ يعني سلابي بتفلت عن الكولوم زي ما تكون ورقة، ورقة A4 قاعدها على أقلام حبر، حط أحمال على ورقة الـ A4 تنخزق السلابي، صح؟ هذا اسمه إيش؟ بانشينج. فلذلك إحنا مدام فيش بيمات داخليات بهذا النظام ففي خوف من شغلة اسمها إيش؟ بانشينج شير. فكيف في الديزاين بدك تحل البانشينج شير؟ بتسمك السقف كامل أو بتسلح للبانشينج شير، تمام؟ هذا اسمه فلات بليت. وهذا الفلات بليت عادة يستخدم لأحمال خفيفة، يعني لمنشآت ريزيدنشال ومنشآت أوفيس بيلدينز، يعني ريزيدنشال سكن أو المكاتب الأحمال فيهم عادة خفيفة. أما تخيل بدك تعمل مهبط طائرات هليكوبتر مثلا، بناية معينة 4 طوابق، آخر طابق بده يهدي عليهم طائرات، تخيل وزن الطائرة كم، أو عليهم خزانات مية ضخمة جدا، أحمال هائلة. لما تكون أحمال هائلة الفلات بليت منفعش. ليش؟ لأنه إذا استخدمته تضطر يعني يكون عندك بالرياضيات والحسابات سقف خميل يعني سماكة كبيرة، تمام؟ الفلات بليت حتى يكون اقتصادي يستخدم مسبانات أو مسافات بين الأعمدة شو؟ تحت 6 متر. طبعاً افرض واحد عنده 8 متر بده فلات بليت عادي جداً، بس كيف؟ بتكون السماكة أخمل، يعني الاقتصاد بكل. حتى إنك تكون اقتصادي فلات بليت تستخدم الاسبانات أقل من 6، لكن لا يعني خطأ اسبانات 9 مثلا. فلات سلاب النظام الآخر اسمه فلات سلاب. شو بفرق الفلات سلاب عن فلات بليت؟ بيمات داخليات ما في، بيمات خارجيات ممكن يكون في، يعني هذول النقطتين زي الفواقة. الفرق الأساسي ما بين الفلات سلاب والفلات بليت هو قضية البانشينج شير، إنه بالفلات بليت السلابي بتقعد يقعود مباشر على الكولوم، بالفلات سلاب السلابي بتقعد على الكولومز عن طريق انه انت تزيد سماكة السلابي حوالين الكولوم. هذا اسمها شو؟ دروب بانلز. هون مكتوب هاي دروب، ماشي، ده دروب بانل. ففي ايش اسمه دروب بانل؟ شو يعني دروب بانل؟ تخيل عندك انت سلابي بلاطة سماكتها بوينتو، حوالين كل عمود بتعمل مثلا مربع 2 × 2 سماكته 0.4. تخيل كيف بيكون الشكل. فهذه اسمها دروب بانل، فالهدف منها مقاومة البانشينج شير. ايضا ممكن تكبر العمود عند التقائه مع سلابي مع البلاطة، مثلا ممكن انك تعمل عمود مربع 0.4×0.4 نص متر تحت سلابي، تكبره على شكل زي منشور هيك يصير مثلا 0.8×0.8. فهنا انت بتكبر نقطة التقاء الكولوم بالسلابي، هذا اسمه كولوم كابيتال. إذن هذا هو الفرق الوحيد ما بين فلات بليت وفلات سلاب. فلات بليت سلابي أفقية سماكة موحدة قاعدة على أعمدة قعود مباشر without interior beams. الفلات سلاب هي سلابي قاعدة على الأعمدة لكن بتكبر أبعاد الأعمدة من فوق، أو إنك بتزيد سماكة سلابي عند التقائها بالكولومز. سلاب اون بيمز هذه بدها شرح. سلاب اون بيمز زي البلانات اللي احنا شفناهم قبل شوي. سلاب اون بيمز انه بيمات في اتجاه اكس وبيمات في اتجاه واي، تمام؟ اذا الفلات بليت ريكومندد لاسبانات تحت 6، الفلات سلاب ريكومندد لسلابات تحت 9، مسافه بين كولوم وكولوم يعني تحت 9. يعني هون كانك كل غرفه 6×6، هون غرفه مثلا 9×9، هون غرفه 12×12. طبعا هذا الحكي اقتصاد، زي ما حكيت لك لو واحد بده، افرض واحد عنده سبان 10 امتار، يعني غرف زي ما شفناهن 10×10. يعني مثلا هذا البلان، شايفه هذا البلان L1 وL2 وL3 وL4 وL5 و6 و7 و8 كلهن عشرات، واحد عنده بانلز 10×10، تمام؟ 10×10. طبعا كحرية انت حر، بدك اياها فلات بليت انت حر، بدك اياها فلات سلاب انت حر، بدك اياها سلاب اون بيمز انت حر. بس شو اللي بيفرق؟ تكلفة بصير. إذا بدك فلات بليت تطلع خمالتها مثلاً 400 ملي عشان تحسب الأشياء. فلات بليت عشان فيش لا بيمات ولا في سماكة سلابي من شان البانشينج تكون أخمل من المناطق الثانية،
فاذا لو واحد عنده بانلز 10 ب 10 وبده اياها فلات بليت يعني فيش ولا بيم بالمره نازل الا على الدائر اذا بدك تطلع مثلا انا بعطيك على اساس انك يعني تحسب الاشياء 10 ب 10 تطلع سماكتها مثلا 400 ملي. لما بدك تعملها فلات سلاب يعني تكبر الكولوم من فوق او تعمل دروب بانلز يعني تخمل سماكة سلابي حوالين الاعمده بدك اياها مثلا 300 ملي عفوا. هون سلابي سماكتها 400، هون سلابي سماكتها 300. سلاب اون بيمز حط بيمات بيكس واي تصير سماكتها مثلا شو 250. فلازم تعرف انه سلابي يعني اقوى سلابي يكون ديفليكشن فيها اقل ما يمكن، اوفر سلابي هي سلاب اون بيمز، بتيجي بعدها فلات سلاب، واغلى شيء فلات بليت. ليش؟ لانه بتطلع سماكتها كبيره لانه فيش بيمات وكل اللود جاي مباشره من سلابي على الاعمده، يعني فيها تقوس كبير. تمام. بس كل ما ذكر فلات بليت وفلات سلاب وسلاب اون بيمز ممكن سوليد ريبد وفل فويد كله نفس الكلام. هنا يا جماعه يا محترمين اشكال فلات بليت بلان، واحد عنده فلات بليت كيف بكون شكل البلان؟ زي ما انت شايف طلع فيش بيمات بالمره، هذه المساحات البيض هي سلابي قاعده على اعمده قعود مباشر واحد. طبعا هذا الخط الاسود وحد سلابي، فعندك سلابي مربعه مستطيله قاعده على الاعمده قعود مباشر فيش ولا بيم. هذا البلان شو مكتوب عليه؟ فلات بليت وذ بريميتر بيمز، فلات بليت وذ بريميتر بيمز. هذا فلات بليت ما في بيمات داخليه، شايف مش راسم لك بيمات داخليه، بس شو في؟ بيمات خارجيات. هذا ايضا اسمه فلات بليت وذ بريميتر بيمز. هذا شو اسمه؟ فلات سلاب. الفلات سلاب شو حكينا؟ فيها دروب بانلز، شايف دروب بانل، يعني مثلا هذه السماكه المناطق البيض هذه مثلا 0.2، لكن سماكه المناطق المربعه حوالين الاعمده مثلا 0.4. تمام. فهذا فلات سلاب بلان وفيش بيمات على الدائره. لاحظ هون نفس اللي فوق لكن على الدائره شو حاطط؟ بيمات. طبعا لما تحط بيمات على الدائره بلزموش دروب بانل، لانه دروب بانل بدك اياهم من شو؟ من شان ايش؟ من شان البنشنج شير. بس لما يكون في بيمات على الدائره ما بصير بنشنج، لانه البيم بيكون ضخم، يعني مستحيل انه الكولوم يخترق البيم ويفلت يعني. وهذا النظام تو واي سلاب وذ بيمز، هذا النظام التقليدي، بيمات في اتجاه اكس وبيمات في اتجاه واي، والسقف ايش؟ قاعد عليهم. هون صور ب 3 دي عشان نشوف الاشياء. هي وان واي سلاب مثلا شيء وان واي، لاحظ في كولوم وكولوم وكولوم وكولوم، هاي البيم كيف قاعد عليهم، يعني هذا البيم قاعد على الكولوم والكولوم، هذا البيم قاعد على كولوم وكولوم، وهذه السلابي قاعد على البيمات. هذه ايش؟ وان واي. ايضا في رسمتين هون، هذه رسمه وهذه رسمه. طبعا هذول الاشياء الصغار شو هم؟ طوب. طبعا في البلان الطوبه بتبين ريكتانجل ولا لا؟ هذا نظام وان واي. كيف عرفنا وان واي؟ لاحظ الطوب ايش؟ صفوف. الطوب صفوف باتجاه اكس. فتسليح السلاب وين بيكون؟ زي ما شفنا في الصور امبارح، نحط التسليح بين الطوب. اذا هذا سلابي وان واي باتجاه اكس، هذا اسمه عصب، اذا انك فاكر من حكينا رب، اسمه مجموع من ريبس. طبعا التسليح بيجي في هذه القناه، اذا هذول القنوات اسمهم ريبس، هذا نظام وان واي سلاب، وهذول هذه السلابي لها سبان وحده. ليش؟ لانه هذا الرب قاعد على هذا الجسر وقاعد على هذا الجسر، اذا هذا الرب له سبان وحده. بتقدر تعمل له نموذج انشائي، يعني بترسم خط حط له بن وبن، صارت ايش؟ سمبل سبان، زي ما شفتوا في منشات معماريه واحد، يعني بتقدر ترسم خط وبن وبن واللود. هذا وان وي، هذا بيم، شايفه هذا بيم، هذا البيم قاعد على الكولوم وقاعد على الكولوم. ايضا هذا البيم بتقدر ترسم له ستراكشر الموديل، نظام انشائي برضه، نموذج انشائي، خط على طوله، محل الكولوم في سبورت، محل الكولوم في سبورت. اذا هذا البيم سمبل سبان، هذا البيم سمبل سبان، هذا البيم وهذا البيم سلابي قاعد عليهم. بس هذا البيم سلابي مش قاعد عليه، ليش؟ لانه تسليحك في اكس هو ماشي معك، اذا السلابي لودها مش جاي عليه. هذا الجسر وهذا الجسر شو؟ سكندري بيم، بيحملوا وزنهم الذاتي اكيد يعني. وجدار، مش العماره على الدائر فيها جدران؟ الجدران وين قاعده؟
على البيمات الأربعة العدائية. نظام التوي نفس الشكل، بس لاحظ كيف القنوات أو الريبس جايات باتجاه X وإيش باتجاه Y، زي ما شفنا برضو أعتقد يعني الصور. فالتسليح بيجي بين الطوبات في X و Y. هاي صور في الواقع، هذه صورة لما نفك طوبار السقف، شايف كيف صفوف الطوب بينه، وهذول شو هني؟ هذول طبعا خط الخشب يعني، فهذا عبارة عن الرب انت بتكون شايفه، القناة باطن، تمام؟ لسه هذول الجماعة مش قاصرين يعني. فلذلك يا جماعة يا محترمين، هذا نظام one way slab. بعد ما نفك الطوبار الخشب ببين معك. طبعا لما نقصر دارنا وداركم ببين هذا الخراف كله يعني، زي ما تعرف. هذه one way وفل، شايف؟ هذه one way ربد. هس لو تشيل الطوبات هذولا بصير one way وفل زي هذا الشكل، شايفوا الشكل هذا؟ تمام؟ في بيم هي هون، هذا البيم قاعدة هذا الكولوم، قاعدة هذا الكولوم، برضو هاي بيم قاعدة هذا الكولوم وقاعدة هذا الكولوم، والزرق هذول قاعدات على البيم والبيم. في هون طيران شايفوها. فهذه two way ribbed. هون برضو نفس الاشي، بنينا دار وفكينا الطوبار لسه قبل الإكسارة. لاحظ هذول المربعات ان الطوب، طبعا في الواقع في طوب مربع، يعني في طوب مربع، وده في الشيء في بلدك مثلا طوبتين مستطيلات حطهم بجنب بعض شو بتصير؟ طوب مربع زي هذول، شايف كيف انت شايفين هذول؟ هذا مستطيل طوب 40 سنتي في 20، و40 في 20 شكل شو؟ مربع 40 سنتي في 40 سنتي، هذا الشكل. هذا شو نوعه؟ وفل. الوفل سلاب تو واي. ليش تو واي؟ طلع كيف المربعات بالاتجاهين. وفل قلنا بدل الطوب هاد فراغ، هذه شو تو واي رب، هذه شو تو واي وفل زي بعض، لكن هذول المربعات طوب وهذول شو المربعات هو فراغ. اعرفش هذا الشكل انتم معماريا عاجبكم ولا لا، الله اعلم. فهذا نظام. اذا في نظام الاخر تو واي سوليد سلاب، two way solid slab with beams، بيمات عادية. طبعا هذا الحكي اكيد بيعجبكم، مش مفهوم يعني انتم كهندسة معمارية، لكن مش مشكلة نحط لكم فور سيلينج ما حداش بيشوف شيء. يا جماعة يا محترمين، لاحظ هذا النظام اللي امامك، شايف هاي في كولوم، شوف ما احلاه، هاي في كولوم، شايف صف كولومز هي مثلا. لاحظ البيم مثلا، هذا البيم قاعد هذا الكولوم هذا الكولوم، بس لاحظ في بيمات ثانيات قاعدات على هذا البيم اللي قاعد على الكولوم والكولوم. هون لاحظ كيف انت بيمات قاعدات على بيمات. هذا النظام بنسميه بيم جيردر سيستم، يعني بيمز قاعدات على بيمز. هسه ليش احنا بنعمل بيمز قاعدات على بيمز؟ عشان نقلل من سماكه السلابي. تخيل لو في بس البيمات هذه اللي قاعده على الكولومز بس، لاحظ هذه المساحه كلها فيش فيها بيمات، بتطلع سماكه السقف خميلي، فالتكلفة بتكون كبيرة. لذلك بنحط بيمات عشان نزغر الـ يعني مساحة البنل هذه، وبتصير رقيقة، تمام؟ لاحظ كيف الشكل. وأيضا حسب الديزاين، يعني لاحظ أن هذا البيم طلع قديش عمقه، لاحظ هذا البيم عمقه أقل، تمام؟ حسب طبعا الأحمال اللي راحين نأخذهم في الشباتر القادمة، راحين نحسب اللود على كل كولوم وعلى كل جسر نعمل له ديزاين. لاحظ هون نفس الحكي تو واي، بس هون البيمات شو؟ عشوائيات. ممكن لمنظر، ممكن اعمد نفس المخربشه، يعني هون الاعمده مثلا ماشيات خطوط، فالبيمات طلعوا معك باتجاه اكس واي، لكن بجوز الاعمده هدول بشكل عشوائي، لانه انتم كمهندسين معماريين مرات يا عمو تعمل غرف مهبه ودب، بحيث انه الواحد ما يعرفش يحط الاعمده خطوط. فاذا ما عرفناش نحط الاعمده خطوط باتجاه اكس واي، بدنا نضطر نحطهم بشكل عشوائي، تمام؟ ولما يكون الشكل زي شبه منحرف زي معين تطلع معك تطلع كبيمات. طبعا اكيد هذا منظر يعني نصكم اذا انت يعني في ستراكشر معين، لكن انت بتعرف تعمل ديكور معين تخفي كل هذه الاشياء، صح؟ هذه صوره حطيناها بس عشان يعني تطلع انت كيف اثناء التنفيذ، شايف في عمال هون شكل البيم هيو، يعني لاحظ مثلا هذا البيم كم عمقه، شوف كم عمقه، يعني لاحظ هذا البيم، شايفه هذا البيم مكون من سبان اثنتين ثلاثة،
قاعد على سبورت الكولوم وسبورت وسبورت وسبورت. لاحظ هذا الجسر طلع كلش عمقه صغير عمقه كبير. طبعا ليش هذا صغير هذا كبير؟ حسب الرياضيات بجوز هون في احمال ازيد فنحتاجنا اعمق مثلا. تمام، لاحظ هذا مثلا اذا بتنتبه له، شايفه انا هذا العمق اكبر من هذا وهذا، هسه هذا سبان عمقها زي هذه، هسه ليش؟ طبعا حسب اللود مفهوم يعني. تمام، هذا يا جماعه يا محترمين وفل سلاب. الوفل كله شو؟ نفس الربط بس في فراغ. طب كيف بدك تشكل فراغ في الواقع؟ بدك تجيب ايش؟ فورمز، قوالب. شايف القالب؟ هذول قوالب حديد او بلاستيك او فايبر جلاس ماده معينه. طبعا هذا قبل ما نصب الباطون وبعد ما نسلحنا. شايف الاعصاب هيهم باتجاه اكس واي. تمام، الاعصاب او دكت الصوره نصكم يعني. تمام، هاي الاعصاب باتجاه اكس واي وهذه القوالب. طبعا لما تدير الباطون وينشف الباطون وتفك القوالب من تحت يصير نفس الشكل اللي احنا شفناه قبل شوي فوق. تمام، ايضا يا جماعه يا محترمين هذا two way voided. في البلاد اللي انت ساكن فيها الفويدد نوعين، في نظام بسموه يو بوت وفي نظام شو بسموه كوبيكس. تمام، يو بوت وكوبيكس. طبعا هذه الاسماء مش علميه، هذه عباره عن شركات. يعني شركه سموها اصحابها شركه كوبيكس، هذول الجماعه سموها يو بوت. انت لما تتخرج ويصير معك ميزانيه اعمل لك شكل اخر. يعني لاحظ هذا الشكل شو؟ زي فوتبول، زي كره بس هيك مدعوس عليها هيك، زي طلع كيف شكلهم كره. تمام، لكن هذه الاشكال شو؟ زي مستطيلات او مربعات يعني. البلان هذول الاشكال مربعات، شايف ربس باتجاه اكس وربس باتجاه واي. لاحظ كيف التسليح؟ شبكه تحت وشبكه فوق اذا بتنتبه. وهون نفس الحكي التسليح. تمام، فالجماعه هذول سموا شركتهم كوبيكس والجماعه هذول سموا شركتهم يوبو. هذا حكي موجود، موجود في بلدك مثلا في نابلس موجود. تمام، طبعا هذا نفسه بس هذا صوره اقرب عشان اوضح يعني. هذا حكي نفسه كيف شكله. تمام، ايضا اذا هذه يا جماعه يا محترمين بعض الصور اللي بتهمك على اساس تعرف الاشياء. طبعا كرياضيات كيف انت بدك تعرف الابعاد الاوليه؟ لاحظ preliminary dimensions. تمام، لانه انت بتعرف انه الديزاين زي ما ذكرنا في المقدمه، كلمه ديزاين لبيم، كلمه ديزاين لسلاب تعني انك تعرف سماكه سلابي، تعرف قديش عرض الجسر، تعرف قديش عمق الجسر. وطبعا العرض والعمق بيعتمد على الاحمال اللي عليه، فكل ما كان عليه احمال كثيره يعني بصير فيه مومنت وشير عالي، يعني بدك كونكريت كثير وتسليح كثير. لذلك الفاينل دايمنشنز بيعتمدوا على قيم المومنت والشير او التورجن مثلا. تمام، او الاكسل لود في الاعمده. لكن كشيء اولي بريليمينري افتراضي، مثلا انت كمهندس معماري زي ما حكينا مش راح تشتغل من جنرال يعني بالانشاءات، لكن بالمقابل وانت ترسم وانت تتخيل كيف الاشياء المعماريه بتكون عندك فكره. اذا عندك جسور، اذا انت قررت مثلا عندك سبانات طويله بدك تحمل سلاب على جسور معينه، عن طريق هذا التشابتر ماشي، عن طريق هذا التشابتر نحن او السكشن خلفك اياه هون. تمام، تقدر تعرف الابعاد الاوليه. هسه الابعاد الفاينل بيكونوا قراب على الاوليات. تمام، فهذا جدول بعطيك كم عمق الجسر طبعا كحد ادنى. يعني انت مثلا طلع معك في هذا الجدول، هسه نحكي كيف نستخدمه. افرض طلع سماكه الجسر 400 ملي. تمام، فانت بتقول انه الحد الادنى للشيء عندي 400، فانت مثلا تستخدمه 500 600. بس المهم انه انت كمهندس تكون عارف قديش الحد الادنى. تمام، عارف قديش الحد الادنى للسماكه. فيا جماعه يا محترمين طبعا شايفين كل شيء امامكم، جداول واشياء، بلاش يطلع الشير طاير يعني. شكرا دكتور.
تمام. هذا الجدول شايفينه كلكم مينيمم. لاحظ دائما الكودات تعطيك مينيمم، مينيمم ثيكنس اوف سوليد سلابس، مينيمم ثيكنس اوف سوليد وان واي سلابس. هون سلابات وان واي طبعا نون بريستريست، تعرف انه في السلابات في شيء بريستريست في نون بريستريست، يعني مسبقه الاجهاد وغير مسبقه الاجهاد، في كوابل فيش في كوابل. احنا هنا بنخرفك عن اسقف عاديه يعني نون بريستريست. فلذلك هذا الجدول بعطيك قديش سماك سلابي. تمام، هذا الجدول بعطيك قديش سماكة سلابي. فإذا سلاب عندك مثلا simply supported، سلاب simply supported زي ما ذكرنا قبل شوي صغير، سبان واحدة يعني سبان واحدة بس، الحد الأدنى للعمق إلا على 20. يعني لو كانت عندك المسافة مثلا 10 أمتار بتقول 10 على 20 0.5، هذا الحد الأدنى. فأنت بالرسم بترسمها مثلا 0.6. تمام، إذن سبانات هون انواع اسماء، في شيء اسمه سمبلي سبورتد، اسبورجي كان تحت شكل صغير قربت المحاضره تطير يعني. فاذا كانت سبان سمبل يعني سبان واحده بس ويمينها وشمال بالنات، مش هيك سمبل؟ سمبل سبان. السمبل سبان هي عباره عن سبان واحده مسافه واحده يعني، ويمينها وشمالها ايش؟ يمينها وشمالها بالنات فقط. فالحد الادنى لسماكه المنبر الا على 20. إذا كانت سبان من نوع اسمه one end continuous أصبر جيك ياهم إلا على 24. إذا كانت سبان من نوع both ends continuous سماكتها إلا على 28. لاحظ بتقول إذا كانت سبان طيران بلكون كانتليفر قديش الحد الأدنى؟ إلا على 10. تمام، simple إلا على 20 وإذا one end continuous على 24 وإذا both ends continuous على 28 واذا كانت ليفر 10. هذا الحكي شو؟ مينيمم سلاب ثيكنس للسوليد. اما اذا كان عندك بيمز وون وير ريبد، يعني هذا الجدول للبيمات والون وير ريبد نفس الشيء، سمبل سبان وان اند كونتينوس بوث اندز كونتينوس كانت ليفر، بس لاحظ هذه الارقام ماشي اصغر من هذه الارقام. ليش؟ لانه سلابي عليها لود بالنهايه قليل، يعني لايف لود، لكن بالنهاية جميع لود سلاب وين بيروح؟ على البيمات صح؟ إذا نتوقع إنه سماكة البيم تكون أكبر. لاحظ إنه هون إلى 16، هناك شو كانت؟ إلى على 20. إذا هذا الجدول بعطيك السماكة الأولية لون واي سوليد سلاب، هذا الجدول بعطيك السماكة الأولية لون واي ريبد وجسور. تمام؟ وآخر شيء التو واي سلاب، هاي تو واي سلابس بريليمينري دايمنشنز. تو واي سلاب انا هذا الجدول رتبت لك اياه. طبعا بالهندسه المدنيه بديل عن هذا الجدول في معادلات، بس انا يعني لخصت لك لانه مش مطلوب احنا تو واي من عملنا. ما دام مش مطلوب تو واي، انت بس يعني عليك تعرف قديش السماكه الاوليه. فلو واحد عنده فلات بليت، واحد عنده فلات بليت ومربعات زي ما شفنا في الشكل مثلا 8 بـ9، كل مربع او كل مستطيل كل بانل 8 بـ9، واجى على بالك تعمل فلات بليت وبدك اياها سوليد، فالسماكه الاوليه شو؟ ال ان على 30. ال ان هي عباره عن طول السبان الكبيري، يعني غرفه 8 × 9، انو الكبير؟ التسعه صح؟ غرفه 8 × 9 او بانل 8 × 9 او مستطيل 8 × 9، الرقم الكبير 9. بس لاحظ هون ال ان فوق كانت ال، الفرق ما بين ال ان وال ان، ال هي المسافه بين نص العمود ونص العمود، اما ال ان هي المسافه الفاضيه بين وجه العمود ووجه العمود. يعني لو كان واحد عنده الاعمده كلهن نص متر في نص متر وكانت المسافات جميعها بين المراكز 9 × 9 لكان الكلير سبيسنج اللي هي ال ان 8.5. فلذلك لو واحد عنده غرفة أو بانلز 9 × 9 كول، تأخذ الرقم 9 تطرح منه أبعاد الكولوم له نص، صار الجواب 8.5. قسم 8.5 على شو؟ على 30، يطلع معك سماكة السقف الأولية. فإذا بدك سوليد على 30، بدك فويدد مثلا على 27، بدك ريبت أو وفل، هسا ريبت والوفل زي بعض وده نفس الشكل كإنشاءات، لكن الريبت فيه طوب والوفل إيش؟ فيه هواء بدل الطوب. فأنا هون مسمي لك جميع الاشياء اللي انت بتحتاجها. شايف هاي فلات بليت، فلات سلاب، سلابي اون بيمز وسلابي اون بيمز.
هون فيش بيم زي ما بتعرف، هون البيمات ممكن يكونوا برا بس على المحيط، مش هيك حكينا الفلات بليت والفلات سلاب، بيمات داخليات ما في، بيمات داخليات ما في، بس خارجيات ممكن يكون. لكن هون سلابات وبيمز. البيمات في العالم نوعين، في إيش اسمه هيدن بيمز، هيدن بيم يعني سماكة البيم نفس سماكة سلابي ما حدا شايفها، وستيف بيمز أو دروب بيمز سماكة البيم شو تكون أكبر من سماكة السلابي، فالواحد بيشوفها من تحت السقف يعني. فإذا عندك سلاب وستيف بيمز هاي السماكات، لاحظ كيف الأرقام تكبر، لأنه كل ما أنت وضعت بيمات كل ما أنه الديفليكشن في سلابي بتقل، كل ما أنك احتجت سماكة سلابي أقل. فهذا يا جماعة يا محترمين الوضع. خلاص آخر شيء شكل هذا اللي حكينا عنه شو يعني سيمبل وشو يعني وان إند كونتينيوس. لو واحد عنده هاي سيمبل اسمها يعني سلابي أو بيم قاعدي بس على سبورت على سبورت، هذا اسمها شو سيمبل، هذا سيمبل اسمان اللي في الجدول إذا أنك فاكر سيمبل وكانت ليفر الأخير. إذا عندك أنت إشي زي هيك يعني سبان واحدة، شايفة سبان واحدة بس قاعدي على بن في طرف وقاعدي على هون فيكسد، إشارة فيكسد طبعا في الواقع شو أنا فيكسد يعني في كولوم أو جدار ومادين حديد الجسر في الكولوم والجدار مد يعني طويل بحيث أن هذه شكلت شو فيكسيشن. فمدام شكلت فيكسيشن كأنها في كونتينيوتي هون، هون بن يعني فيش كونتينيوتي، إذا هذه السبان شو سميناها وان إند كونتينيوس، هذا الإند مش كونتينيوس، هذا الإند كونتينيوس بسبب إيش الفيكسيشن. لاحظ هذه سبان واحدة صح، سبان واحدة لكن أنا عامل لك فيكسد، فيكسد كلمة فيكسد كأنه في كونتينيوتي. لاحظ شو كاتب لك هون تو إندز كونتينيوس، هذه شو كانتليفر، هذا الإند شايف فيش فيها سبورت، هذا الإند لازم تكون فيكسيشن، لأنك لو حطيت بن هون بصير هذا الاستراكشر شو عمه أنستيبل بوقع مظبوط ولا لا، فمضطر للكانتليفر للأسبان واحدة يكون هون فري هون فيكسيشن. إذا هذه كانتليفر اسمها هذه تو إند كونتينيوس، هذه وان إند كونتينيوس، هذه سيمبل. هذه الأشكال الموجودة الأربعة لون إسبان، شايف إسبان واحدة إسبان واحدة إسبان واحدة إسبان واحدة. هسا هون الأسبانات متعددة، واحد عنده إشي زي هيك يعني بيم بيم قاعد على كولوم وعلى كولوم وعلى كولوم بس ما فيش يعني حديد كفاية داخل في الكولوم، فبتعتبرها إيش أنت بن، شايف بن بن بن. إذا صار عندك سبان وسبان، هذه سبان أي سبان إلها كم إند؟ تو إند صح، هي واحد هي اثنين. فهذه سبان هذا الإند فيش إله جار هون يعني فيش إيه سبان، هذا الإند discontinuous وهذا الإند الأسبان هذه متصل متصل بهذا الخط، يعني شو هذا الإند continuous، يعني هذه سبان هون discontinuous هون إلها جار أو continuity فمسمينها one end continuous، هذا الإند continuous. طبعا هذه زي هذه ما هي، هذه سبان هون discontinuous هون إيش continuous، إذن شو one end. مثلا شكل زي هون أرقى شوي، لاحظ هاد يعني الكانتليفر أنت بتعرفه بشكل مباشر، هذا فري إند فيش سبورت، فهذه ال7 هذه الطول كانتليفر، هذه كانتليفر، هذه السبان هون في كونتينيوتي، شايف هذا الخط وفي كونتينيوتي، إذا هذه السبان شو كاتبين عليها تو إندز كونتينيوس. أيضا آخر شيء يعني خلصنا يعني هذول الشكلين تمام، هذول الشكلين لاحظ أنا عندي هون برضو بيم أو سلابي بعد على سبورت على سبورت على سبورت على سبورت، هي سبان تنتين ثلاثة، هذه وان إند كونتينيوس. ليش؟ لأن هذه فيش كونتينيوتي، في كونتينيوتي هذه سبان، هذه تو إند كونتينيوس لأنه هذه سبان هذا الإند وهذا الإند متصل بأشياء متصل بأشياء، إذا هذه وان إند تو إند وان إند، هذه تطلع عليها كانتليفر، هذه تو إند يعني في جار هون إلها وفي جار هون باختصار يعني، هذه كانتليفر هذه تو إند هذه وان إند. ماشي عمو؟ هيك يا جماعة يا محترمين انتهت المحاضرة رقم 2 تمام. فأنا هون بدي أوقف للتسجيل.